كنت هزعل منك قوي لو ما جيتش. ميرسي يا سليم. تعالى بقى اعرفك على شخصيه مهمه جدا. اعرفك بقى بايهاب صاحب سليم. ازيك يا ايهاب؟ رمزي شريكي. تشرب ويسكي برضو؟ مره واحده كده؟ خدت على كده بقى. المره دي اكتر؟ والاستاذ ايهاب بقى اشتغل ايه؟ حاليا انا موظف في بنزينه، يعني لحد ما الاقي شغل. معقول؟ واحد زيك بيشتغل عامل في بنزينه؟ وكمان بيدور على شغل؟ دول اصحاب الشغل هم اللي يدوروا عليه. اه. اشرب ده وبعدين طيب؟ انبسطوا. ها ايه رايك؟ هايلة. اسمع يا ايهاب، انت كنت عايز تعرف ايه الشغلانه اللي هتشتغلها معايا؟ اه طبعا يا ريت. عارف الأفلام اللي بيسموها ثقافية؟ مالها؟ هي دي اللي احنا هنشتغلها سوا، أنا وأنت. مش فاهم. أنا هفهمك، يعني انتوا الاتنين هتناموا سوا وأنا هصوركم ببيعها بره، عليها طلب كبير أوي. إيه؟ في كل مرة هديك قد اللي أنت خدته. الشغل ده بينزل على الإنترنت بس مشفر، يعني محدش هنا هيشوفه خالص. انتوا أكيد اتجننتوا، وما لقيتوش غيري. انا استحال اعمل كده. ما انت عملت خلاص وصورناك. تحب تشوف ولا تتكسف؟ انتوا ازاي تعملوا كده؟ دي جريمه. ليه بتقول كده؟ ليه ما تقولش ان ده بيساعد الناس ويعلمهم علشان يقدروا يحبوا بعض اكتر؟ أكيد اتفرجت على أفلام زي دي قبل كده. عمرك فكرت إنها جريمة؟ شوف يا أهل، باختصار يا حبيبي هما 3 أو 4 شهور ومش هسيبك إلا لما يبقى عندك شقة تمليك وعربية وفلوس في البنك. أنا هوديكم في داهية، هبلغ البوليس. وهتقول لهم إيه؟ غصبنا عليك تنام معاها بالعافية؟ أنا قلت لك هما 2 شهر وتبقى عايش ملك ويبقى معاك فلوس كتير. مش عايز فلوسكم الوسخة دي. أنا هرجع لكم ال 10,000 جنيه اللي خدتهم. قصدك ال 100,000 جنيه؟ انت ماضي على وصل امانه ب 100,000 جنيه. ايه قصدك؟ مضيت وانت مش داري، كنت ملهوف على الفلوس. فكر كويس يا ايهاب، دي فرصه كبيره. ولو مش عاوز اديني يا سيدي ال 100,000 جنيه واديك الشريط بايديا.